بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله مشاهدينا الكرام عبر شاشة إثراء، الساعة المباركة تتابعون برنامج ديوان إثراء، هذا البرنامج اللي يطلع عليكم كل يوم جمعة، الساعة المباركة نسمع فيها آراءكم، ملاحظاتكم، استفسارات، كل هذه الأمور ما هي إلا محط اهتمام وضرورة عندنا. اليوم إن شاء الله حلقتنا راح تكون مختلفة عن حلقات السابقة، وهو راح تكون نوعا ما شرعية أكثر، عنوانها راح يكون المصادر الصحيحة للعقيدة. لا شك أن مشاهدينا الكرام من خلال المصادر الصحيحة للعقيدة إحنا نعرف شو اللي لنا واللي علينا أكثر هذه المواضيع إن شاء الله نعرفها أكثر. ولكن خلوني أتعرف على ضيوف الكرام. من اليمين أبدأ، الشيخ محمد عطل الهاجري، إمام وخطيب وزارة الأوقاف. الساعة المباركة، يا هلا مرحبا. حياك الله دكتور، بارك الله فيك. إمام وخطيب وزارة الأوقاف الدكتور عبد الله بغيث، يا هلا مرحبا بك شيخنا. حياكم الله. حياكم دكتور سالم العبدان، إمام وخطيب وزارة الأوقاف. الساعة المباركة يا شيخ. الله يحييكم. عضو هيئة تدريس منتدب، إمام وخطيب وزارة الأوقاف الدكتور نواف صريح، يا هلا مرحبا. حياك الله دكتور. إذا مشاهدينا الكرام من خلال عنوان حلقتنا وأيضا من خلال تعرفنا على ضيوفنا وعنوان حلقتنا، خلونا ناخذ هذا الفاصل القصير ومن بعدها نكمل. من جديد حياكم الله مشاهدينا الكرام، يا هلا مرحبا فيكم. مثل ما انتم عارفين عنوان حلقتنا نتكلم فيها عن المصادر الصحيحه للعقد. لا شك ان محاورنا كثيره، وايضا راح نتطرق لبعض القضايا اللي تهمنا في مجتمعنا نعرف فيها اكثر. ولكن الان خلوني ابدا مع مقدمه عامه عن العقيده. شيخنا الغالي الدكتور نواف، ودي لو تعطينا عن اهميه او بالتحديد المصادر الصحيحه للعقيده. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أنا سعيد جدا وجودي في هذا البرنامج المبارك، وأسأل الله عز وجل بمنه وفضله وكرمه أن يوفقنا دائما للطاعات ويجنبنا الذنوب والمعاصي والسيئات. لا يخفى على علمك الشريف دكتور أن المصادر العقيدة الصحيحة جاء بها الشارع الحكيم، ولذلك الذي ينظر إلى العقيدة الصحيحة ينظر إلى القرآن، ينظر إلى السنة، ينظر إلى الإجماع، ينظر إلى منهج السلف. ولذلك لو بحث المسلم يريد مصادر الشريعة الإسلامية، يريد أن يصحح عقيدته، يريد أن يعتقد اعتقادا صحيحا كما جاء به الشارع الحكيم، يجد في القرآن آيات تدعو إلى تصحيح العقيدة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم سنأتي عليه بعد قليل تبين على يعني ارتباط في العقيدة السليمة. الذي ينظر إلى العقيدة السليمة لابد له أن ينظر إلى أن العقيدة تخلو، لابد لها أن تخلو من الشوائب. ومعنى الشوائب أنها تخلو من البدع، من المنكرات، من الخرافات، من وغيرها من الأمور. ولذلك كل الرسل وكل الأنبياء لما أرسلهم الله عز وجل أرسلهم لتوحيد الله عز وجل، أرسلهم لإخراج الناس من الظلمات إلى من عبادة الأصنام إلى عبادة الواحد الديان. ولذلك يقول الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسل أو من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولذلك يعني تتجلى أهمية العقيدة الصحيحة في قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وغيرها من الآيات. وهذه دلائل أو دليل على العقيدة الصحيحة من القرآن. أيضا لو اتطرق المسلم إلى العقيدة الصحيحة في السنة النبوية، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما بعث معاذ إلى اليمن فإنك ستقدم على قوم أهل كتاب، فأول ما تدعوهم إليه إلى عبادة الله عز وجل، هذه هي العقيدة الصحيحة. أيضا تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي وغيرها من الأمور. وأيضا من الحديث عفوا، وأيضا يعني الإجماع على يعني العقيدة الصحيحة وإجماع السلف، منهج السلف. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لابن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء، هذه دلالة على أن المؤمن يتوكل على الله، يعتقد أن الضر والنفع من الله عز وجل. هذا تقريبا يعني. الله يجزاك خير على المقدمة هذه الرائعة. إذا الآن دكتور الغالي دكتور سالم، لو أيضا نبي نعطي مقدمة عن المصادر الصحيحة للعقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. وحقيقة من محاسن ديننا ولله فضائل ديننا
أن جعل لنا صراط نمشي عليه، سواء يعني في منهجنا، في حياتنا، في سلوكنا، في تفكيرنا. هذه يعني المنهج هي العقيدة التي نسير عليها لله الحمد، العقيدة الصحيحة. وهذه العقيدة الصحيحة لم يتركها الشاعر الحكيم هملا، وإنما حددها مصادرها تركيز حتى تكون صحيحة لا يخالطها شوائب كما ذكر الدكتور نواف. إذا مصادرها الكتاب الله سبحانه وتعالى والقرآن كثير به، بل كله توحيد وعقيدة، واعبد الله ولا تشرك به شيئا. ثم تأتي بعد ذلك السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، حديث أركان الإيمان، أركان الإسلام وغيرها من أحاديث سنة النبي عليه الصلاة والسلام، حددت للمسلم منهاج حياته وعقيدته الصافية. نعم. ثم بعد ذلك جماع العلماء، جماع السلف الصالح على يعني ما هي العقيدة الصحيحة. إذن تستند العقيدة الصحيحة إلى ثلاث أمور: كتاب الله سبحانه وتعالى، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، الأمر الثالث وهو إجماع العلماء المعتبرين. هذه لو نلاحظ يعني ثلاث أمور لو اتبعناها في حياتنا لخلص الإنسان إلى العقيدة الصحيحة، ولا احتار من أمور كثيرة يعني تدعو لها، دائما تدعو لها الفطرة. أولها مثلا قضية سواء كان توحيد الربوبية أو توحيد الألوهية أو توحيد الأسماء والصفات أو حقيقة وجود الرب سبحانه وتعالى. فكما تعلمون كما قال يعني أهل الاجتماع أن كل إنسان لديه الفطرة تدعوه لهم: من ربك؟ لماذا خلقنا؟ ماذا بعد موتنا؟ فيأتي يعني شريعتنا أو العقيدة الصحيحة تحدد للرب سبحانه وتعالى بصفاته العلية سبحانه وتعالى. تسلم شيخنا الغالي. من خلال هذه المقدمة تسمح لي نبدأ أيضا مع الشيخ والدكتور عبد الله أبو غيث، أيضا لو نبدأ نأخذ مقدمة عن العقيدة الصحيحة أو مصادر العقيدة الصحيحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مما لا شك فيه ولا ريب أن العقيدة الإسلامية وهي عقيدة الإسلام هي دعوة جميع الأنبياء والرسل، فما من نبي وما من رسول من لدن سيدنا آدم إلى سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم إلا كانت أولى دعوته وأصل أصوله هو دعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى والنهي عن ضده، وهو الإشراك بالله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكل نبي وكل رسول كانت أولى دعوته وأصل أصوله هو الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى والنهي عن ضده، وهو الإشراك بالله سبحانه وتعالى. كذلك لو نظرنا في وصايا لقمان الحكيم الموجودة في سورة لقمان نجد، وهي الوصايا عشر وهي وصايا قيمة، نجد أولى هذه الوصايا الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. كذلك الوصايا العشر في سورة الأنعام نجد أن أولى هذه الوصايا هي الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن المصادر الأساسية لتلقي العقيدة الإسلامية أهمها هي ثلاثة مصادر: المصدر الأول هو كتاب الله سبحانه وتعالى، المصدر الثاني هو سنة نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، المصدر الثالث هو إجماع أمة الإسلام وإجماع علماء المسلمين. وما من إجماع إلا ويستند إلى نص شرعي سواء من كتاب الله أو سنة نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كل الإجماعات لا بد لها من نص، أي مستندة على نص شرعي سواء من كتاب الله أو من سنة نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الكتاب والسنة هما يعني وعاء الوحي، يعني الوحي لا يخرج إلا من كتاب الله وسنة نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. فكون هذه العقيدة الإسلامية عقيدة التوحيد مصادرها كتاب الله وكذلك سنة نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وإجماع علماء المسلمين المستند على هذه النصوص الشرعية، فمعناتها أنها عقيدة صحيحة نقية صافية لا يخلوها أي شائبة من الشوائب. جواك الله دكتور الغالي. الآن أخيرا وليس آخر مع الشيخ محمد عطل الهاجري بخصوص مقدمة العقيدة. اكتفينا في هذا الأمر ولا عندك شيخنا مقدمة؟ لأني راح أبدأ بمحور آخر. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. هياكم الله جميعا، نسأل الله عز وجل يوفقنا وياكم كل خير. لا شك ولا ريب أن العقيدة الإسلامية هي أس الدين، لأن الدين مبني على أركان، وأول أركان الإسلام كما في حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة الله ومحمد رسول الله. الناظر للقرآن
يجد أن الله عز وجل ما أرسل الرسل ولا أنزل الكتب ولا قامت سوق الجنة والنار إلا من أجل إقامة توحيده سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل في الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأول دعوة الرسل أن اعبدوا الله ما لكم إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والآيات في ذلك كثيرة، بل ابن القيم رحمه الله ذكر كلام جميل أن القرآن كله يدور حول توحيد الله عز وجل بعقيدة، كما في أول هود: ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. ولذلك لما ذكروا القرآن ثلاثة ثلاث ذكروا أن مثلا دعوة لتوحيد الله عز وجل، وكذلك قصص وإخبار، وكذلك أحكام، ذكرنا كلها تدور حول توحيد الله عز وجل. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ دعوته أنا ذكر قول الله تفلح، وختم دعوته لعنة الله على يهود النصارى اتخذ قرون بها مثال. في كل دعوته من أولها إلى آخرها كلها يثبت ويرسخ هذه العقيدة، عقيدة التوحيد. نعم. ولذلك العقيدة الإسلامية هي أهم شيء تتعلمها. ولذلك بعض الناس قد يزهد في العقيدة أو في التوحيد، يقول نعرفه التوحيد نعرفه. لماذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كسر الأصنام وقال واجنبني وبني أن نعبد أصنام؟ إبراهيم التيمي رحمه الله قال: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كما صح عند الإمام أحمد قال: من دعائي اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا ما أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. ولذلك أهمية العقيدة أهمية عظمى. لذلك حتى المتعلم، حتى الناشئ في بيئة الإسلام يجب أن يتعلم العقيدة والتوحيد لئلا يقع في ضده وهو الشرك. وكما بين الدكتور في قضية معاذ رضي الله عنه بعثه اليمن، قال: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة الله وفي لفظ لن يوحدوا الله. ولذلك هذه كلها وصايا كلها تدور حول أس العبادات وما يبني عليه غيره، وهي العقيدة الإسلامية. نعم. إذن من خلال هذه المقدمة مشاهدينا الكرام، عن مقدمة عن العقيدة الإسلامية أو المصادر الصحيحة للعقيدة، في هذا المقدمة في أحد عنده إضافة أو شيء؟ إذن الآن راح يكون مشاهدينا الكرام مع أهمية العقيدة الإسلامية. لا شك أن لكل عقيدة لها أهمية، وأهمية عقيدتنا لا شك يعني من خلال الكتاب والسنة. خلونا نأخذ هذا الفاصل القصير ومن بعدها نكمل إن شاء الله. جديد حياكم الله مشاهدينا الكرام، يا هلا مرحبا فيكم. الساعة المباركة تتابعونا عبر شاشة إثراء، ولا شك أن عنوانها قد تتكلم فيها عن المصادر الصحيحة للعقيدة. شيخنا الغالي الدكتور نواف، احنا تكلمنا في الجزء الأول بشكل عام عن العقيدة، وخذنا من أهم يعني المصادر الصحيحة للعقيدة هو الكتاب والسنة. طبعا هذا الموضوع إن شاء الله راح نناقشه أكثر، ولكن أنا كالبداية أبي أعطي بعض المفاهيم الرئيسية أساس تكون نوعا تهيئة لمشاهدينا الكرام. الآن بتكلم عن أهمية العقيدة الإسلامية. لا يخفى لعلمك الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل رسل إلى مثلا اليمن وأوصى معاذ، أوصى ابن عباس في غير واحد من حديث، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم على أهمية توحيد الله عز وجل. ولذلك الذي ينظر إلى وصايا النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على رسخ مفاهيم العقيدة السليمة لدى أصحابه الذين يأتون من بعده من باب أولى، الذين يتمون بعد الصحابة من باب أولى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك حذر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام. انظر إلى الوصية من الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن، هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك الذي يدونه، ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فهذه وصية ذهبية يعني لابد أن تكون يعني لها عنوان أو برواز يكون لكل مسلم على هذه الوصية. ولذلك الذي ينظر إلى سورة لقمان أن أول وصية لهذا الرجل الحكيم لابنه: يا بني لا تشرك بالله، وهي الوصية الأولى. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهذه يعني من الأهمية لدى المسلم أن ينبه نفسه وأولاده ومن يعول على أهمية التوحيد. أنا أسألكم الآن وأنا أولكم، آخر مرة قلنا للولد اتق الله ولا تشرك بالله؟ ربما تمر علينا سنوات ما قلنا لعيالنا كذا. واقع دكتور، صحيح والله واقع. يعني متى قلت لابنك اتق الله، خاف الله، لا تشرك بالله عز وجل، وهذا الشرك أحسنت، هذا الشرك وهذا، فمتى قلنا؟ لكن ننبه أولادنا على أمور يعني دنيوية
ربما لا تنفع اصلا. فما بالك في يعني اساس الدين هو كتاب الله، اساس الدين هو سنه النبي، اساس الدين هو توحيد الله عز وجل. ولذلك يعني كما ذكر الشيخ الدكتور ان الاجماع، وذكر كلام الشيخ الاسلام ابن تيميه ان الاجماع على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، يرجعون للاجماع يجدون حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع امتي على ضلاله. وهذا دليل على ان الامه اذا اجتمعت على شيء باذنه وتوفيقه وتيسير الله عز وجل ان تجتمع على حق. وايضا من الامور التي ينبغي للمسلم ان يتعلمها هي ان ينبه او يجدد العلاقه بينه وبين توحيد الله عز وجل. ربما اغلب المشايخ كلنا تعلمنا العقيده ودرسنا في الكليه وتخر، لكن متى اخر مره راجعنا كتاب التوحيد؟ متى اخر مره راجعنا يعني المسائل المهمه في التوحيد؟ ومسائل التوحيد تتجدد بين فتره واخرى، تطلع لك مثلا سبحان الله بدعه، تطلع لك فرقه معاصره. ايوه احسنت. فلذلك ينبغي للمسلم ان يهتم في هذا الجانب، ان يجدد علاقته مع توحيد الله تبارك وتعالى. الدكتور عبد الله، بخصوص اهميه العقيده نكتفي في هذه الاجابه الدكتور نواف، واعتقد ان ايضا ابي الان ابي بعض المصادر الاخرى غير الشريعه او غير المصادر العقيده. لا شك ان يعني اتفقنا كلنا بان مصادر العقيده هي الكتاب والسنه، ما نختلف عليها، ولكن هل هناك كتب اخرى مقدر ان نعتمد عليها في العقيده؟ بالنسبة للكتب اللي يعتمد بها في العقيدة الإسلامية هي الكتب التي اعتنت بمسائل التوحيد المنتقاة من كتاب الله وسنة نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني الكتب التي اعتنت بأنواع التوحيد الثلاثة اللي هي توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. يعني مثلا على سبيل المثال، وهذا الكتاب يعني معروف يعني عند جميع طلبة العلم، اللي هو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، اللي هو للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. كذلك عندك كتاب قواعد المثلى في صفات وأسماء الله الحسنى للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. يعني هذه الكتب، وطبعا كتاب التوحيد له شروح كثيرة، وفي كذلك كتاب العقيدة الطحاوية وكتاب العقيدة الواسطية، فهذه الكتب يعني، وكتاب الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبد الوهاب، طبعا العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، والعقيدة الطحاوية للإمام أبي العز الطحاوي رحمه الله. هذه الكتب اعتنت بالعقيدة الإسلامية المنتقى من كتاب الله وكذلك سنة نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي مهمة للأمور التي نعاصرها في هذا اليوم، لأن ما يخفى علينا كلنا أن أبنائنا يعني حفظهم الله من كل شر ومن كل مكروه، يعني تعلقت قلوبهم بالأجهزة الحديثة وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي، وأعداء الإسلام من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بين الفينة والأخرى ينشرون أمور شركية خفية وقد توصل إلى الإلحاد. فإذا سلحنا أنفسنا وسلحنا أو أبنائنا وبناتنا بالعقيدة الإسلامية الصافية المنتقى من كتاب الله وسنة نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيستطيعون بلا أدنى شك محاربة هذه الأفكار وهذه الأمور الدخيلة عليهم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك الوسائل الحديثة. قواك الله. شيخ محمد، شلون نقدر نحارب هذه الأمور الدخيلة على مجتمعنا؟ دكتور الغالي ذكر معلومة جدا قوية، وهو تأثير السوشيال ميديا على أبنائنا وأيضا على الأجيال القادمة. لا شك أننا نحصن نفسنا من خلال الكتاب والسنة، ولكن تتوقع أن كيف يتم محاربة أو صد هذه التجاوزات؟ نعم، بس من باب الفائدة ما تطرق من موضوع تعريف العقيدة. العقيدة مأخوذة من العقد والربط، وهو ما عقد عليه المرء قلبا من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر الخير والشر. والعقيدة لها مسميات، هذا من باب الفائدة، التوحيد، وتسمى أيضا بالشريعة، وإن كان بعض العلماء يسمى الشريعة بالفروع. فالعقيدة تساوي التوحيد، تساوي الشريعة، تساوي الإيمان، تساوي السنة، ولذلك المؤلفات فيها كل له اسم. مثلا عقيدة وسطية، تدمورية، الحموية، أو يسمونها الإيمان مثلا، أو يسمونها السنة. هذا بس من باب الفائدة. الطريقة، النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ طريقة الاهتمام بالعقيدة في كل شيء، ولذلك صلى الله عليه وسلم حمى حمى التوحيد في الألفاظ، في الأقوال، وفي الأفعال. أي شيء يفضي إلى الشرك أو إلى الغلو في الصالحين أو إلى أمر قد يكون أعظم يؤدي إلى الشرك كان ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما في مجاملة في العقيدة، ما في والله أستحي، والله أخجل، لا، ما ينفع بالموطن هذا، ما ينفع. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما شاء الله وشئت، قال: جعلت الله ندا، قل ما شاء الله وحده. كان ينكر أي شيء يفضي
أو فيه اعتقاد يعني قد يؤدي إلى أمر شركي سواء أصغر أو أكبر، في الحلف بغير الله عز وجل مثلا، في تعظيم القبور أو في المزارات، وكان يصده النبي صلى الله عليه وسلم ويمنع. شلون نقدر نواجه هذه التدخلات؟ نحن نمشي على خطى النبي صلى الله عليه وسلم. كيف النبي صلى الله عليه وسلم رسخ العقيدة في قلوب مثلا ابن عباس قال إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. هو صغير يعلمه، يعلق اتق الله حيثما كنت. ولذلك لابد من أنت عليك مسؤولية عظيمة سواء كنت إمام أو خطيب أو أب أو أي لك مصدر أو لك مكان في المجتمع، أنك تكون لك مكانة في تدعو التوحيد. ولذلك لما تدعو التوحيد دعوة الأنبياء والرسل، ليست دعوة التوحيد متعلقة بإمام أو في خطيب، لا. ولذلك على قولتك انت السوشيال ميديا والامور هذه كلها قد تؤدي الى الحاد او الشرك من حيث لا يعلمون، من حيث لا يحتسبون. هو يظنها لعبه او والله شيء تافه وكلها ورايتم ورا غيرنا. كيف اثر من ناحيه السلوك او أثر من ناحيه العام؟ اثر العام والله، اثر المواقع، اثر قد تؤدي الحاد للابناء او غيرهم وهم لا يشعرون. هم نيتهم الالحاد ونيتك انت ظنها لعبه او شيء في التسليه او غيره. ولذلك نعم. راينا كثير من الالعاب كيف لابد ان يسجد مثلا، ان ياخذ الجائزه الفلانيه او ياخذ المبلغ الفلاني. كل هذه امور خطيره جدا، ولذلك هذه مسؤوليه الجميع. نعم. ان نحمي حمى التوحيد، وان اي شيء يؤدي او يفضي الى الشرك ان نمنع سواء صغيره او كبيره. نعم، قواك الله شيخنا الغالي. دكتور سالم، بتكلم ايضا على من المسؤول في هذا الشان، هل المسؤول يعني القوانين، هل المسؤول ولي الامر، ام المسؤول الشخص نفسه في مواجهة هذه التدخلات، خاصة لو نتكلم على موضوع السوشيال ميديا وعلى بعض السلوكيات الخاطئة اللي تطلع من بعض أبنائه. بالإضافة إلى لو عندك رسالة بعد شيخ الغالي لهذه الفئة. الحقيقة الكل مسؤول عن الموضوع هذا، الكل مسؤول عن تصفية العقيدة الصحيحة. أولها وسائل التربية والإعلام، هي لها دور كبير جدا في الأمر هذا، أن نوجه المجتمع توجيه الصحيح طيب نحو العقيدة الصحيحة. ثم بعد ذلك يأتي دور، وهذه مهمة جدا، دور الوالدين في البيت. وخير ما يعني الزوج والزوجة، وأكثر ما لاحظ حقيقة سواء كان في المجال التربوي أن الأولاد أكثر تعلق مقضى أوقاتهم مع أمهاتهم. وهنا تأتي حقيقة مهم دور يعني أخوات والنساء في توجيه أبنائه العقيدة الصحيحة من خطأ كلمة غيرها. قبل هذه القدوة أنه يأتي داخل البيت حقيقة، القدوة أنه يعني الإنسان ما يأتي مثلا واحد يقول مثلا إذا وقع منه خطأ يقول كذا وكذا، وإنما يستعين بالله، يا الله يا رب يا حي، كلمات ماشية يلتقط الأطفال هذه، ما يقول مثلا نعم الكلمات اللي نسمعها ببعض الحقيقة، لا يقول يا رب يا الله في الأمر، يرسخ بذهنية الطفل أو الابن التعلق العقيدة الصحيحة بالله سبحانه. نعم. وتعالى. إذن دكتور نواف أيضا بتكلم على هذا الشأن، وخاصة الرسالة لمن يتوجه في ترسيخ العقيدة أيضا من خلال كتاب السنة. يعني هل الأبناء، يعني إحنا نعلم أنهم أمانة في أعناقنا، فالدور على منه أكثر؟ هل العلم له دور؟ هل التعليم؟ هل التربية بشكل عام له دور في هذا الأمر؟ للأمانة أنا أشوفهم كلهم فيهم يعني كلهم سواء، يعني الأب في بيته والأم في بيتها، الإمام في مسجده، الشيخ في حلقته، الأستاذ في مدرسته وفصله، يعني المعلم في كليته وبين طلابه، لابد أن يكون يعني ديدنه هو يعني تثقيف هذا أو هذه الفئة من الأطفال بنات وأولاد إلى التعلق بكتاب الله، التعلق بالعقيدة السليمة الصحيحة التي جاء بها الشارع الحكيم. ولذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وهذه والله يعني لو لم تكن في النصيحة إلا هذا الحديث لكفى، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ولذلك يعني ينبغي للمسلم أن يتدبر، الأب أو الأم أو المعلم ونحوهما، أن يتدبر في هذه العبارة وهذا الحديث المبارك، أنك يوم القيامة ستقف يا دكتور وسيسألك الله عز وجل عن أبنائك وعن طلابك في المدرسة والكلية، ايضا الموظف في او المدير في 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 وزارته وهيئته سيقف بين يدي الله عز وجل وسيساله عن موظفينه وعن اولاده ونحوهما. ولذلك اذا 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 تمعن المسلم في هذا او المسلمه في هذا الحديث علم علم اليقين انه سيلقى الله عز وجل. ولذلك جاء في الحديث ان الله عز وجل يضع كنفه وستره يوم القيامه على العبد فيقول يا عبد عملت كذا وكذا، ذكره بذنوب. نعم. ومن الذنوب وأعظم الذنوب
التي تكون ليس فيها حماية لابن، ليس فيها حماية للولد، ليس فيها حماية للابن في ترسيخ العقيدة السليمة الصحيحة. ولذلك يذكره الله عز وجل، فعلت ذنب كذا في يوم كذا، فيقول العبد نعم يا رب، نعم يا رب. حتى إذا هلك قال الله عز وجل سترتها عليك في الدنيا وها أنا أسترها عليك يوم القيامة، فيعطى كتابه بيمين فيدخل الجنة، نسأل الله عز وجل من فضله. ولذلك ينبغي للمسلم في هذه الحياة الدنيا ما دام على قيد هذه الحياة، ما دام على ظهر هذه الحياة، أن يهتم بترسيخ العقيدة السليمة، أن يقول لابنه يا بني لا تشرك بالله كلمة، ربما لا تجد ثمارها إلا بعد أيام، ربما تجد ثمارها بعد وفاة الأب أو الأم. ولذلك لما جاء وكان أبوهما صالحا في سورة الكهف، قيل أو قال بعض أهل التفسير قال أبوهما الجد السابع. شوف أثر صلاح الجد السابع وين وصل إلى هؤلاء. فلذلك ينبغي للابن أو العفو للأب، للأم، للمعلم، للشيخ في حلقة ومسجده، لابد أن يعلم أبنائه أو من يعول من تحتهم على هذه العقيدة السليمة. إذن مشاهدينا الكرام، من خلال تكلمنا عن أهمية العقيدة، وأيضا تكلمنا عن مصادر العقيدة. لا شك أن الأهل يعني المسؤولية هي جدا كبيرة وأيضا عميقة. المسؤولية ليست فقط على فئة معينة، وأن المسؤولية هي تقع على الجميع. إحنا دام إحنا عايشين في أرض، لابد أن نحترم القوانين ونؤدي أيضا يعني رسالتنا بالأمانة والصدق، من خلال علمنا، من خلال تعليمنا، أيضا من خلال القيم اللي إحنا تعلمناها. كل هذه الكتب وهذه المصادر ما هي إلا مسؤولية اتجاهنا إحنا واتجاه أبناء. خلونا نأخذ هذا الفاصل القصير ومن بعدها نكمل. كفرتي عن كل معصية رباه، أني أتيت وملء النفس إيمان رباه، أتيت وأطرق بابا كل مجتر من أتاه يرجع عنه وهو جذلان رباه. كفارتي عن كل معصية أني كل مجترم أتاه يرجع عنه وهو جذلان أتاه يرجع عنه وهو جذلان من جديد حياكم الله مشاهدينا الكرام، يا هلا مرحبا فيكم. والساعة المباركة تتابعونا عبر شاشة إثراء. مثل ما أنتم عارفين عنوان حلقتنا تتكلم فيه عن المصادر الصحيحة للعقيدة. دكتور عبد الله، بالجزء الأول تكلمنا بشكل عام عن العقيدة، وأيضا أكدنا ما هي أركان العقيدة من خلال كتاب السنة. أيضا كان سؤالنا أو محورنا الثاني تكلمنا فيه عن أهمية العقيدة، وتكلمنا أيضا عن مصادر أخرى للعقيدة. الآن بتكلم شيخنا الغالي، في من يدعي الواقعية وفي من يدعي تحكيم العقل، كل هذه الأمور الفلسفية اللي إحنا قاعد نسمعها ما هي إلا أمور اختلفت فيها العلماء، فيعتقدون بأن العقيدة الإسلامية ليس فيها عقل وليس فيها حكمة. هذه الأمور كلها شيخ راح نرد عليهم اليوم من خلال سؤالها. وظيفة العقل اتجاه أو وظيفة العقل فيما يخص العقيدة، هل العقل فعلا يتوافق مع العقيدة، ولا أن هناك مسائل تخفى عن العقل؟ لا شك أن العقل نعمة من الله سبحانه وتعالى، ولذلك يعني ميز الله سبحانه وتعالى بني آدم والإنسان عن بقية المخلوقات بهذا العقل. فالعقل نعمة من الله سبحانه وتعالى، والعقل الصحيح يعني كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن العقل الصحيح لا يناقض النص الصريح. فإذا كان العقل سليم وخالي من الشوائب وخالي من الشبهات،
فإنه لا يناقض النص الصريح سواء من كتاب الله أو من سنة نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني مسائل العقيدة لا دخل للعقل فيها، لأن العقل لابد أن يكون يعني يقود أو ينقاد وراء النقل سواء من كتاب الله أو سنة نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو بخلاف الفقه. الفقه المسائل الفقهية وخصوصا المسائل الفرعية هذه ممكن إعمال العقل فيها، خصوصا إذا كانت من النوازل أو من المسائل المستحدثة أو التي قد يخفى على كثير من الناس الدليل فيها، فهذه ممكن إعمال العقل فيها. لكن مسائل العقيدة هي جاية من كتاب الله وسنة نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه ما نعمل الحق فيها والعقل فيها، وإنما نجعل الحق نجعل العقل ينقاد خلف كتاب الله وسنة نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالعقل السليم والعقل الصحيح والعقل الراجح تجده لا يخالف ولا يناقض النص الصريح سواء من كتاب الله وسنة نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني نجد حتى في أعظم سورة في القرآن اللي نقرأها في كل صلاتنا ولا تصح الصلاة إلا بها، وهي سورة الفاتحة، نجد أن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها أنواع التوحيد الثلاثة، ذكرها في سورة الفاتحة. قال الله سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين، هذا شنو؟ توحيد الربوبية. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، توحيد الأسماء والصفات. إياك نعبد وإياك نستعين، توحيد الألوهية. ف يعني حتى في أعظم سورة في القرآن وهي سورة الفاتحة رسخ الله سبحانه وتعالى فيها عقيدة التوحيد. فالعقل يعني مثل ما تفضل نجد يعني بين الفينة والأخرى، وللأسف الشديد بعض الناس أو بعض مثل ما تفضلت بعض الفلاسفة يعني يتكلمون بأمور تناقض عقيدة الإسلام وتناقض عقيدة التوحيد، ويعملون عقلهم يعتقدون أن العقل له دخل في مجال العقيدة. فالعقل إذا كان صحيح وراجح ما راح يخالف نص صريح من كتاب الله أو سنة نبينا. أما إذا وجدنا خلاف في العقل فهذا معناته العقل في خلل. نعم. وفي شك وفي اضطراب، والله أعلم. قواك الله. إذن دكتور الشيخ الغالي، أيضا دكتور عفوا الشيخ محمد، فيما يخص العقل لا شك أن أيضا العقل دور كبير في فهم العقيدة. نعم، لا شك أن العقل تبع للعقيدة، ولذلك من يعني منهج أهل البدع في الأسماء والصفات وفي العقيدة يحكمون العقل. نقول نرد عليهم بشيء بسيط جدا. نعم. طيب العقل، عقل فلان ولا عقل فلان ولا عقل فلان، عقل منه؟ طيب نتفق على عقل منه. ولذلك العقل تبع، ولذلك شيخ الإسلام ألف كتاب درء تعارض العقل والنقل. يعني سبحان الله، يعني مدام أن النص صريح والنقل صريح والعقل صحيح، خلاص ما في إشكال بينهم. ولذلك لما هم يقولون لابد أنك تدخل العقل أو تقول أنا أفكر عشان تثبت أنك أنت موجود، سبحان الله. يعني شوف الفلاسفة وأهل المنطق والمتكلمين وغيرهم، يعني يشكوا أول شيء، تشك في وجودك ثم تثبت وجودك ثم تعتقد، يعني يقول أنا أفكر إذا أنا موجود، كيف هذه تصير؟ ولذلك دائما الإسلام لا شك أنه جعل العقل من الضروريات الخمس، حفظ العقل والعرض والدين والنفس والمال، هذه ضروريات خمس، لا شك أن العقل مصون، ولذلك منع أي شيء يؤدي إضطراب العقل من شرب الخمر والمسكرات وغيرها. ولذلك نقول العقل تبع في أمور سمعيات يعني ما لها خص العقل فيها، والله الإسراء والمعراج عقلا ما تضبط، بس خلاص في نقل. في أمور مثلا أحداث يوم القيامة نقول العقل ما يتصورها، الجنة وما بالجنة ومعد الله الجنة وعذاب أهل النار عفانا الله وياكم، العقل ما يتصورها. ولذلك لا ندخل العقل في كل شيء. أما في أمور لا يثبتها يكون العقل تبع، مثل وجود الله عز وجل دل عليه النقل، يعني كتاب والسنة والعقل والحس والفطرة كلها دالة على وجود الله عز وجل، من الله في السماء مثل. ولذلك العقل يكون تبع، هو من الأمور المصادر الموجودة لكن تبع ليس هو الأصل، كما بينا أن العقل يختلف من فلان لفلان، أما النقل ثابت. العقيدة مميزاتها أنها ثابتة وصالحة لكل زمان ومكان، لا فيها اضطراب ولا فيها تغيير، ولذلك كل أحد يفهمها، ما يحتاج أن يكون مثلا أن يكون عندك الاجتهاد المطلق من أجل أن تفهم العقيدة. نقول لا، كما ذكر أهل الجاهلية وأهل البدع وغيرهم، لا بد أن يكون عندك اجتهاد مطلق عشان تفهم العقيدة. نقول لا، الله ما كلفنا بشيء لا نطيقه سبحانه وتعالى. إذا الآن دكتور بس الكلام الشيخ أن العقل ربما لا يتصور أشياء نفس الجنة وما فيها، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجنة لا عين رأت ولا أي ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تتم للشيخ. نعم، قواك الله دكتور نواف. دكتور سالم بتكلم أيضا عن
الأعمال العقيدة لا شك أن لكل يعني أمر له أعمال خاصة فيه، ولكن عقيدة الإسلام ما هي الأعمال الأساسية للعقيدة الإسلامية؟ حقيقة العقيدة الإسلامية لله الحمد أنها من أهميتها أنها عرفت الإنسان بربه، ويقولون العلماء إنما العلم الخشية، بمعنى أن لله الحمد العقيدة الصحيحة تؤدي إلى معرفة الإنسان بربه. والله ذكرها سبحانه وتعالى آيات كثيرة بالقرآن: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. آيات كثيرة تتصف أو تصف الرب سبحانه وتعالى الذي نعبده، ما هو كهنوته، ما هو يعني صفة الرب سبحانه وتعالى. فإذا عرفنا الله سبحانه وتعالى بعدك خشينا الله، يعني الله عرفنا أنه آيات مثل التوحيد قل هو الله أحد، أن الله واحد أحد، وذلك الله سبحانه وتعالى لقد كفر الذي قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فدان القرآن أن الذي نعبده أن الله واحد سبحانه وتعالى، إذا عرفنا أن الله واحد سبحانه. طيب ما الذي يريده الله سبحانه بعد ذلك؟ كل هذه الأمور بعد ذلك تبع للرب سبحانه وتعالى الإله الواحد الأحد. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أولها مثلا ذكرنا توحيد الله سبحانه وتعالى بأنواع الثلاثة كما ذكر الأخوة، ثم بعد ذلك هناك أعمال تناقض هذه العقيدة الصحيحة، منها مثلا الدعاء وربكم ادعوني استجب لكم، فلا يدعى إلا الرب سبحانه وتعالى، فإذا دعا غير ربه أصبح مشركا. النذر ما ينذر الإنسان إلى مثلا أي كان صالح أو نبي أو غيره أو أموات أو أحياء، وإنما ينذر لله رب العالمين سبحانه. من نذر لغير الله فقد أشرك. طيب الاستغاثة ما يستغيث إلا بالله سبحانه رب العالمين، وقس على ذلك أمور العبادات كلها. نعم الحلف، من حلف بغير الله فقد أشرك. الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، إذا عرف الإنسان المسلم هذه الأمور أصبحت عقيدته صافية، هو الذي يتقبه رب العالمين يوم القيامة. مع ذلك فهو يعيش في ظلمات الشرك ومحبطات الأعمال. هنا تبرز أهمية يعني أعمال العقيدة الصحيحة. جزاك الله دكتور الغالي. الآن دكتور نواف أيضا بتكلم على تجديد بعض المسائل، أو من خلال تطور المجتمعات، من خلال تطور يعني التكنولوجيا وأيضا الحياة بشكل عام، هل التطوير هذا يعتبر عائق بالنسبة للشريعة، أم الشريعة هي نعم مواكبة ولكن مع تغييرات بعض مثلا المسائل أو غيرها؟ العقيدة هي ثابتة على مر العصور، عقيدة صافية إلى من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أو من قبله من بعثة الأنبياء والرسل إلى يومنا هذا، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، ولذلك العقيدة ثابتة، والذي يتغير هو ما جرى معها، هو الذي يتغير. ولذلك يعني أضيف أنا قبل إجابة على السؤال، أضيف على كلام الشيخ، هناك أيضا أمور ينبغي للمسلم أن ينتبه لها، وهي مثلا ذكر في نهاية الكلمة المباركة هي الحلف بغير الله. ولذلك بعض الألفاظ نسمعها من صغار، يعني حلف براس أمي براس أبوي أو بلفظ مثلا ودفنة أبوي أو فهذه كلمات يعني ينبغي ربما حنا نسمعها في مجالسنا وفي بيوتنا، لكن ينبغي التحذير منها ونحذر هؤلاء منها. كذلك والنبي وكذا. أحسنت دكتور. ولذلك سبحان الله يعني إذا سمعها أو قالها الابن في الديوان أو في البيت والأب يسمعها ويسكت، ربما يعتقد الابن أنها كلمة عادية إقرار أي فيستمر عليها، ومن شب على شيء شاب عليه، ربما يستمر إلى طول حياته. وذلك لو نبهته بعد سنوات يقول قلتها قبل وأنا صغير، ما نبهتني أو ما زجرتني. ولذلك يعني ينبغي على التنبيه على كلام الشيخ في هذه الفائدة. ولذلك لما طرق الدكتور إلى هل الشريعة تتغير بتغير الزمان والمكان، الشريعة ثابتة كما قلنا، والعقيدة السليمة هي ثابتة. ولذلك من أهم الأمور التي يعني إذا وقر في القلب، قلب المؤمن إذا وقر في القلب، من أهم الأمور أن العقيدة مستمرة مع الإنسان إذا وقر في قلبه، وأن الله عز وجل ولذلك مستمرة إلى أن تقوم قيامة هذا الشخص، إذا إلى أن يموت. ولذلك قال الله عز وجل في آخر سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قالوا هذه الإخلاص، إخلاص العمل لله عز وجل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن دكتور عبد الله أيضا بتكلم على هذا الأمر، وودي أتكلم عن مظاهر الشرك.
احنا ذكرنا هذه بعض الملاحظات وايضا بعض الامور اللي فيها شوي تجاوز وهو من ناحيه الحلف او الشرك. انا عارف ان بيننا هناك شرك اصغر وهناك شرك اكبر. لو نتكلم ايضا عن هذه المظاهر خاصه في ضوء العقيده. نعم، لا شك ان المظاهر كثيره، سواء مظاهر يعني بالقول او حتى بالفعل. يعني ذكروا بعض الامثله مثل وراس امي وابوي، او مثلا والنبي، او مثلا حتى بعضهم يقول ذمتك. يعني هذه الأمور قد تكون يعني بالنسبة لهم بسيطة، لكن عند الله سبحانه وتعالى عظيمة. كذلك هناك أفعال يفعلونها بعض الناس جهلا منهم، وهم لا يعلمون أنها يعني وسيلة من وسائل الشرك، مثل الذبح لغير الله سبحانه وتعالى، الاستعانة بغير الله سبحانه وتعالى، الاستغاثة بغير الله سبحانه وتعالى. هذه كلها مظاهر شرك، بل هي من الشرك الأكبر، ليس من الشرك الأصغر، بل هي من الشرك الأكبر. حتى الشرك الأصغر صحيح أنه لا يؤدي إلى الكفر، ولكن وسيلة إلى الكفر. ولذلك ذكر الشيخ السعدي أنه دهليز الكفر، يعني بوابة إلى الكفر. لذلك يعني أحذر من هذا البرنامج المبارك، يعني أحذر إخوان المشاهدين وأخوات المشاهدات إلى عدم الخوض في هذه الأمور، لأن هذه كلها من الشرك بالله سبحانه وتعالى، والاهتمام غاية الاهتمام بهذه الأمور. إذن الآن مشاهدينا الكرام، احنا وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم. مثل ما انتم عارفين بأن مصادر الصحيحة العقيدة هي ثابتة وواضحة من خلال الكتاب والسنة. لا شك أن حلقتنا جدا يعني ضخمة، ويبيلها أيضا محاور أكثر وأيضا وقت آخر، ولكن مثل ما انتم عارفين احنا حاولنا كثر ما نقدر نقتبس بعض المفاهيم وبعض المصادر اللي لازم أن نتبعها. الآن كلمة الأخيرة دكتور الغالي دكتور سالم. الله يحفظك. الحقيقة ما وقع من الشرك بالأرض إلا بالغلو، بالغلو الصالحين دائما، الغلو والإفراط فيهم هذا سبب يعني الشرك بالله سبحانه وتعالى. وهذا أول وقع فيه قوم نوح عليه السلام، أن هناك 5 أشخاص صالحين لما ماتوا بعدين وضعوا على قبرهم تماثيل، حتى إذا قالوا إذا رأيناهم نعبد الله سبحانه وتعالى، ثم تطور الأمر بعد ذلك إلى عبادتهم واتخاذهم من دون الله سبحانه وتعالى. تعظيم الأشخاص هذا يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى، إنما أنا عبد الله ورسوله. التعظيم الزائد هذا هو الذي حقيقة ينحرف إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. المهم من هذا الأخوان جميعهم أن قضية العقيدة الصحيحة لابد التأكيد عليها، ودائم باستمرار تعليمها وغرسها لأبنائنا، جيراننا، أصدقائنا، إخواننا، ولا يعني لا نتهاون بهذا الأمر. هو أهم فعلاً أهم شيء لا عدم التهاون في هذه خاصة بعض المسائل. ونأخذ حقيقة يكون برفق أطيب، ما كرف في شيء إلا زانة. نعم في مجتمعنا في حولنا. دكتور نواف بعد منك كلمتك الأخيرة. الكلمة الأخيرة الشكر موصول لكم بعد شكر الله تبارك وتعالى على هذا البرنامج المبارك، وأسأل الله عز وجل بمنه وفضله وكرمه أن يوفقنا جميعا للطاعات، ويجنبنا الذنوب والمعاصي والسيئات، وأن ينفع بكم جميعا البلاد والعباد. آمين. شكرا لك شيخ الغالي. شيخ عبد محمد كلمتك الأخيرة. بارك الله فيك. كلمة الأخيرة نهتم بأمر التوحيد ولا نجامل فيه، نرسخ هذا الأمر في نفوس أبنائنا وكذلك في المصلين ومن تخاطب، ولا تجامل على حساب بعض الشركيات وبعض الأخطاء التي تؤدي إلى الشرك الأكبر. ولذلك يجب أن بالرفق والكلام الطيب اللين بالدلة من الكتاب والسنة في بيان أن هذا شرك وهذا ما لا يجوز، وبيان أن الأصل هو التوحيد وعدم الغلو في الصالحين، كما بين أن هذا هو شرك وقع في الأرض، وكذلك الابتعاد عن الشركيات سواء في الأفعال أو الأقوال، والدعوة إلى منع الشرك. كواك الله. دكتور عبد الله كلمتك الأخيرة. إن كان من كلمة أخيرة، طبعا أشكركم في هذا البرنامج الطيب على طرح هذا الموضوع المهم والحساس اللي إحنا نحتاجه، وكذلك المشاهدين والمشاهدات. وإن كان من كلمة أخيرة فهي نصيحة أنصح بها نفسي وأنصح بها أخوان المشاهدين وأخوات المشاهدات، الاهتمام بأمر العقيدة وعدم التساهل في أمور العقيدة، خصوصا ونحن في زمن يعني مع انتشار وسائل التواصل قد يستغل أعداء الإسلام بزرع بعض مظاهر الشرك، فنحذر غاية الحذر ونرسخ العقيدة الصحيحة في النفوس أبنائنا وبناتنا حتى يستطيع محاربة هذه الأفكار الدخيلة. قواك الله شيخنا الغالي دكتور عبد الله، وأيضا الشكر موصول لسادة المشاهدين. لا شك أن من خلال حلقتنا اليوم تكلمنا فيها عن مصادر صحيح العقيدة، خصصنا 5 محاور رئيسية، ولعل هذه المحاور هي تعتبر هي الأساس في عنوان حلقتنا، وهو من ناحية أهمية العقيدة، من ناحية أيضا المصادر الأخرى أو المصادر الرئيسية في العقيدة، تكلمنا فيها أيضا عن
وظيفة العقل اتجاه العقيدة أو ما يخص العقيدة، وهذا تعتبر أيضا أمر مهم جدا ضروري. تكلمنا أيضا عن دور العلم، وهذا أيضا يعتبر مهم في مناهجنا وفي تعليمنا لأبنائنا، ولعل من أهم ما تكلمنا فيه في الأخير وهو مكونات أو أقل تقدير نقدر نقول عليه أعمال العقيدة. من خلال هذا الأمور ومن خلال هذه المحاور كلها، لا شك مشاهدينا الكرام الاجتهاد واجب في هذا الأمر، وأيضا نحاول كثر ما نقدر بأن هدفنا الأول والأخير عبر هذه القناة وأيضا عبر قنواتنا الأخرى وأيضا من خلال رسائلنا قاعد نقدمها، ما هو إلا أهدافنا سليمة إيجابية اتجاهكم أنتم. أسأل الله العظيم أن يحفظ بلدنا من كل مكروه ويديم علينا نعمة الأمن والأمر. مع السلامة.